مصر تستقبل عددا من مصابي العملية الإرهابية ببني غازي للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وزير الخارجية سامح شكري يرأس وفد مصر في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية بأديس أبابا. انطلاق محادثات السلام السورية بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة. الثامنة مساء هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى بانوراما إخبارية شاملة نقدمها من النيل. أهلا بكم. استمرارا للجهود المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت مصر عددا من مصابي العملية الإرهابية الآثمة التي وقعت وسط مدينة بني غازي الليبية وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن الليبية. ووصلت طائرة نقل عسكرية ليبية تقل عددا من المصابين ذوي الحالات الدقيقة لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية. وأصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء. يأتي ذلك انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب وإدانة المخططات والمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار الدولة الليبية وجهودها الرامية لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. للمزيد من المتابعة والرأي والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد عبد الستار حتيتة، مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية والمتخصص في الشأن الليبي. سيد عبد الستار تحياتي، وكيف تقرأ الجهود المصرية لدعم الدولة الليبية ومساندتها في مثل هذه المواقف؟ مساء الخير. يعني طبعا الدولة المصرية منذ وقت مبكر للأزمة الليبية بعد 2011 حاولت بقدر الإمكان أن تقف مع الشعب الليبي، لكن طبعا كما تعلم الظروف لم تكن مواتية إلى أن قام الشعب المصري بثورته في 30 من يونيو لكي يضع باب جديد للتعامل مع الأخوة والأشقاء. طبعا كان هناك حلف في داخل ليبيا، حلف إرهابي يحاول أن يحكم هذه الدولة بالحديد والنار، وتمكن الشعب الليبي من أن يتخذ مثالا من ثورة 30 يونيو وأن يسقط معظم النواب المتطرفين من البرلمان السابق وأن ينتخب برلمانا جديدا في عام 2014. طبعا مصر وقفت مع الشعب الليبي، اعترفت بمجلس النواب وباختيار الليبيين، تساعد الجيش الوطني الليبي المنبثق عن هذا البرلمان، تقدم مساعدات سواء على المستوى الإنساني المستوى الطبي. كثير جدا من الليبيين موجودين في مصر إلى أن تستقر الأوضاع في بلادهم. هناك اجتماعات سواء مع سياسيين أو نشطاء مجتمع مدني أو حتى عسكريين من أجل توحيد الجهود وتوحيد المؤسسات الليبية، وحتى المبعوث الأممي السيد غسان سلامة أشاد وثمن الجهود المصرية مع الشعب الليبي الشقيق ومع مؤسسات الدولة الليبية. أشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة الأستاذ عبد الستار حتيتة، مسؤول التحرير بجريدة الشرق الأوسط اللندنية والمتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك. أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار إتمام عملية نقل تمثال الملك رمسيس الثاني بنجاح ليستقر في مقره الدائم بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، ليكون أول من يستقبل زائري المتحف عند افتتاحه الجزئي نهاية العام الحالي 2018. وكشف العناني عن أن عملية النقل تكلفت 13 مليونا وستة من عشر من المليون جنيها، حيث تم نقله لمسافة 400 متر تحت إشراف شركة المقاولون العرب.
أعظم ملوك الفراعنة الملك رمسيس الثاني استقر بمكان عرضه الدائم بالباهو العظيم بالمتحف الكبير بعد عملية نقل تعد الرابعة في تاريخه، حيث نحت هذا التمثال في محاجر أسوان منذ نحو 3000 عام. القوات المسلحة قامت بعرض لائق لأن ده تمثال ملك، فإحنا في وزارة الآثار كنا حريصين إن إحنا نبعت رسالة للعالم إن المتحف الكبير الحلم اللي كنا بنستناه قرب خلاص، فبدل ما نتكلم إحنا جبنا الناس تشوف بجد، حبينا نطمنهم على التمثال ونقول لهم إن أول قطعة وصلت لمكانها النهائي إن شاء الله وهتيجي الواحدة تلو الأخرى. المتحف الكبير الحمد لله شهد طفرة آخر سنتين، المتحف الآلي الهندسية لما دخلت المشروع كان نسبته 17%، النهاردة فوق 70%. التمثال الذي يبلغ وزنه أكثر من 80 طنا وطول يصل إلى 13 مترا بلغت تكلفة نقله نحو 14 مليون جنيه، حيث تم تجهيز طريق يصل طوله نحو 400 متر لتحمل وزن هذا التمثال، فضلا عن تجهيز 3 سيارات لحمل التمثال. رسالة للعالم كله بتقول نمرة واحد ان مصر عاملة اهم مشروع ثقافي في القرن 21، المتحف المصري الكبير. نقل هذا التمثال النهاردة رسالة تانية بتقول ان مصر امان، عايزين السياحة ترجع تاني. نقل هذا التمثال بيؤكد ان رمسيس الثاني ملك ملوك مصر. سيتقدم 83 تمثال في افتتاح هذا المتحف العظيم، المتحف المصري الكبير. وتبلغ مساحة المتحف المصري الكبير نحو 490,000 متر مربع، فيما وصلت عدد القطع الأثرية التي تم نقلها إليه أكثر من 42,000 قطعة أثرية، منهم 5,200 قطعة تخص مجموعة الملك توت عنخ آمون. بخطى ثابتة وصل تمثال رمسيس الثاني إلى مقره الدائم بالمتحف المصري الكبير لتكون أول قطعة أثرية تستقبل زوارها من المصريين والأجانب مع افتتاح المتحف المصري جزئيا في نهاية 2018. من المتحف المصري الكبير أشرف مبارك، أمين. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن استبعادها الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين يأتي في ضوء ما ورد إليها من مستندات رسمية تثبت استمرار صفته العسكرية، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويخضع إلى جميع قوانينها. وأوضحت الهيئة أن اللجنة تولت فحص المستندات المقدمة إليها من أحد المحامين بشأن عنان والتي أثبتت أن إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين ورد على غير حق وبالمخالفة للقانون، كونه ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية لأنه مازال في الخدمة العسكرية، مما استدعى استبعاد اسمه. وفيما يخص المحامي خالد علي الذي أعلن انسحابه من السباق الانتخابي، أكدت الوطنية للانتخابات أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور، وأنها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية التي تقوم على تحقيق مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع الراغبين في الترشح. هذا وقد أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية اليوم لليوم السادس دون تقدم أي مرشح محتمل بأوراقه، والتي من المقرر أن تغلق نهائيا في 29 من الشهر الجاري. وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار محمود الشريف بارتفاع استمارات تأييد المرشحين لمليون وعشرة آلاف وثلاثمائة واثنين موزعة على 23 مرشحا محتملا وفقا لبيانات مكاتب الشهر العقاري المنتشرة في الجمهورية. وأعلن الشريف تمديد فترة تلقي طلبات هيئات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية حتى 1 فبراير. وأشار الشريف إلى أن اللجان المختصة بتسجيل رغبات المواطنين الوافدين بالمحاكم مستمرة في عملها وتنتقل إلى أماكن التجمعات تيسيرا على المواطنين. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات رصدها تجاوزات مهنية في بعض تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات الرئاسية. جاءت هذه التجاوزات بما يخالف القواعد المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، أبرزها المتعلقة بطريقة تناول حالة الفريق المستدعى سامي عنان.
أعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل شكلا وموضوعا للبيان الذي أصدره عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير. وذكرت الخارجية أن البيان يتضمن اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، مؤكدة أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده ولا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمة تاريخية عظيمة أقر بها دستوره. وأوضحت الخارجية أن مزاعم ماكين مجرد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماعات التمهيدية للدورة 30 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. من جانبه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأن القمة تنعقد هذا العام تحت عنوان الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول أفريقيا. وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء إيلاء الاتحاد الإفريقي أولوية كبيرة لمكافحة الفساد وعدم إهدار المال العام من أجل تحقيق التنمية في القارة. وعلى هامش الاجتماعات التمهيدية لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع وزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أومنتاهو، كما التقى شكري وزير خارجية مالاوي فرانسيس كاسيالا، وبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وناقش أهم القضايا الإقليمية والدولية. وعقد شكري أيضا جلسة مباحثات مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جيبوتي في كافة المجالات، ومشيرا إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين. تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط تهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر للبر الشرقي لقناة السويس. وكانت معلومات وتحريات لمباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية قد أكدت اعتزام أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية للبر الشرقي لقناة السويس. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجري تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات الواقعة وضبط الجناة. انطلقت اليوم مفاوضات السلام السورية في العاصمة النمساوية فيينا، والتي يشارك فيها وفد الحكومة السورية والمعارضة، وتستمر ليومين. وبدأ الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري اجتماعه مع المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات، وذلك قبل أيام من انعقاد محادثات أخرى في روسيا. جولة جديدة من المفاوضات حول السلام في سوريا تنطلق بفيينا بحضور وفدي الحكومة والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف حل النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 7 سنوات. وفد الجانبين السوريين وصل إلى العاصمة النمساوية لخوض جولة تاسعة من المحادثات السورية، والتي من المقرر أن تمتد على مدار يومين. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أشار إلى أن كل من الحكومة السورية والمعارضة سيتمثل بوفد كامل في المفاوضات التي تأتي في مرحلة حرجة جدا. بالطبع أنا متفائل، لأنه لا يسعني أن أكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات، إنها مرحلة حرجة جدا. الأمم المتحدة طالبت طرفي النزاع بعدم فرض أي شروط مسبقة لضمان إحراز تقدم فعلي في هذه الجولة، خاصة أن الجولات السابقة فشلت بسبب اشتراط المعارضة رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وهو بند اشترط الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات. هذا وتأتي محادثات فيينا قبل أيام من مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد في سوتشي الروسية، والمقرر عقده يومي 29 و30 يناير الجاري بمبادرة من روسيا وإيران وتركيا أيضا. ولم تحسم هيئة التفاوض المعارضة بعد موقفها النهائي من المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي تخشى أن يكون التفافا على مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة، وربطت أمر مشاركتها بنتائج المحادثات التي ستجرى في فيينا، فيما
رحبت دمشق بانعقاده. للمزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، مفاوضات فيينا وصفت من قبل فرنسا بأنها مفاوضات الفرصة الأخيرة، هل تعتقد أن هناك فرصة هذه المرة لتحقيق تقدم في عملية السلام، خاصة أن هناك مشاركة هذه المرة كاملة من وفدي الحكومة والمعارضة؟ يعني بطبيعة الحال يعني الفرصة ممكن أن تكون إيجابية فيما إذا لم تضع المعارضة نفس الآراء والأفكار التي طرحتها في الجولات السابقة. يعني قضية سيما أن نصر الحريري يعني الذي يقود وفد المعارضة في فيينا الآن عمليا تحدث بالأمس بأن الجولة ستكون بناء على القرار 2254 ومؤتمر جنيف الأول. وبالتالي جنيف الأول كما يفسرونه يعني يقتضي حسب رأيهم، وهو لا ينص على ذلك بالواقع، على رحيل الرئيس الأسد. لذلك إذا أصروا على هذه النقطة أعتقد لن يكون هناك أي آفاق لأي اتفاق. طب إذا يعني ما هو الجديد في هذه الجولة؟ لأنه هذه النقطة هي التي أفشلت ربما أو عرقلت التحاور في الجولات السابقة. يعني أعتقد ينبغي أن فيما إذا كان لديهم أي رأي ممكن أن يطرحوه على طاولة المفاوضات، وهذه المسألة كما قلنا دائما يعني يقررها الشعب السوري بنفسه. لذلك أنا في تقديري يعني الفرصة لنجاح المحادثات هي في سوتشي، سيما أنها تعقد دون أي شروط مسبقة. أنا بتصوري فيما إذا أصر وفد الرياض يعني منصة الرياض على نفس الآراء السابقة أو تفسيرات مختلفة له، أنا بتقديري هذا يعني أنه لا يريد أي تقدم باتجاه الحل السياسي والمشاركة السياسية. لذلك يعني الفرصة متاحة له بطبيعة الحال كما هو للآخرين. للأسف الشديد أن يعني فيينا أو جنيف لم يدعى إلى هذه اللقاءات سوى وفد الوفد اللي يريدون وفد. دكتور، تبدو إذن متفائلا أو أكثر تفاؤلا لمسار سوتشي، ولكن ما هو التوازن المطلوب لإنجاح المسارين للوصول إلى نتائج ملموسة على الأصعدة كافة في سوريا؟ يعني عمليا سوتشي الآن وجهت الدعوة ل 1600 مواطن سوري ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والحركات السياسية بما فيها المعارضة الداخلية وبعض المعارضات، يعني ستشارك منصة موسكو أعتقد، وربما البعض من منصة القاهرة، ربما حتى الآن ليس لدينا معلومة، يعني لا يصرحون حتى الآن تماما. ولكن أنا بتقديري يعني هذه فرصة مهمة جدا ليلتقي السوريون وجها لوجه جميعا بمختلف اتجاهاتهم السياسية، ولتكن هناك صراحة في الطرح، وكل له رأيه ولا أحد يملك الحق بفرض رأيه على الآخرين. لذلك الحكم النهائي حول مستقبل سوريا السياسي هو الشعب السوري، وهذه يعني هذه النقطة الجوهرية التي لا يقبل بها حتى الآن منصة الرياض. هذا واضح بالنسبة لنا حقيقة، لأن رصيدهم الجماهير والشعب لا يوجد حقيقة، لا يوجد لديهم إطلاقا، وسيما أنهم بمعظمهم ينتمون إلى الحركات التي أساءت إلى سوريا تاريخيا، إن كان في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات المعروف بحركة الأخوان المسلمين والقتل والاغتيالات التي مارسوها والإرهاب الذي مارسوه ضد الشعب السوري. لذلك أنا بتقديري في يعني القسم الأعظم منهم أنا ما قصدته. لذلك أنا بتقديري الآن يعني الفرصة هم الذين سيقررون يعني هل سيكون لهم دور أم لا، هذا سنرى بعد جولة فيينا والتي ستنتهي ربما غدا. أشكرك. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم زعير الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا مباشرة من دمشق. ارتفع عدد الضحايا في المدنيين في عملية غصن الزيتون التركية التي بدأت السبت الماضي بمنطقة عفرين شمال سوريا إلى أكثر من 140 قتيلا وجريحا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي في بيان رسمي عن مقتل 287 مسلحا من تنظيم داعش والأكراد منذ انطلاق عملية عفرين. وأشار البيان إلى مقتل جنديين تركيين. من جانبها نفت مصادر كردية المزاعم التركية بقصف ميليشيات سوريا الديمقراطية لمدينة كلس التركية، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح.
إلى الملف العراقي، حيث أفادت مصادر إعلامية باستكمال عملية انتشار قوات الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة وتأمين الطرق الرابطة بين كركوك وتكريت. وأضافت المصادر نقلا عن مصدر أمني في كركوك أن الانتشار تم تعزيزه بنقاط تفتيش ونشر دوريات ثابتة ومتنقلة على طول الطرقات بين كركوك والحويجة، مع تأمين الطرق أو الطريق الرابط بين كركوك وتكريت عبر ناحية الرشاد بشكل كامل. المزيد من المتابعة والرأي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الرائد علاء العيداني المراسل الحربية لوزارة الدفاع العراقية. سيادة الرائد بنرحب بحضرتك وتقييمك لسير، يبدو أننا فقدنا الاتصال، على أي حال سنحاول الاتصال من جديد ونتحول لمتابعة أخبار اليمن، حيث أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وتدمير معدات عسكرية تابعة لهم في شمال وغرب مدينة تعز. وهاجم الجيش اليمني مواقع الميليشيات في عملية عسكرية من عدة محاور أبرزها الزنوج وأطراف الدفاع الجوي، كما شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي عند الأطراف الشمالية والجهة الغربية لمدينة تعز. ونعود لمتابعة الشأن العراقي وينضم إلينا من جديد عبر الهاتف سيادة الرائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزارة الدفاع العراقية. سيادة الرائد، يعني بعد الترحيب بك كنت أسألك عن تقييمك لسير العملية العسكرية خاصة منطقة الحويجة التي تسلمتها قوات الشرطة وانسحب الجيش منها. بداية تحية حب واحترام لكم ولمشاهديكم الكرام. أكيد بعد كل عملية عسكرية الواجب الرئيسي للجيش العراقي هو تحرير المناطق، وبعد ذلك يعود إلى مقراتها الرئيسية من خلفية تستلم الشرطة إن كانت اتحادية أو محلية حسب الظروف الموجودة في المنطقة. وكركوك والحويجة لها خصوصية كون هنالك بعض الجيوب ويجب المحافظة على هذه المناطق من خلال استتباب الأمن والسيطرة على المداخل والمخارج من خلال نصب السيطرات والكمائن وتفتيش بعض المناطق والقرى والقصبات الموجودة في هذه المناطق، خاصة أن قسم من أداء مناطق قرى ومناطق نائية يبتعد عنها الوصول الاتصال إليها، لذلك بحاجة إلى بين حين وآخر إلى عمليات نوعية وإلى عمليات تفتيش واستمرار البحث عن الهاربين من الزمر الإرهابية أو المتخفين في خاصة أن هناك بعض النازحين في بعض المناطق الشبه المتزاوجة أو المختلفة بالديمومة الوضعية والجغرافية لهذه المناطق. نعم. الرائد علاء العيداني أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود إلى اليمن، حيث طالبت الأمم المتحدة بتقديم مساعدات تقارب 3 مليارات دولار لليمن لتوفير المساعدات الضرورية لملايين المدنيين. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكولدريك إن العنف والمرض يتزايدان داخل اليمن في حين تتضاءل مخزونات الغذاء والدواء. استغاثة أخيرة يطلقها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن التي باتت وفق تقديرات الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. المنسق الأممي والذي أعلن عن انتهاء مهمته رسميا في اليمن قال إن العنف والمرض يتزايدان داخل اليمن مع نقص مخزونات الغذاء والدواء. هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، إنها أزمة حماية أيضا. لقد رأينا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، رأينا أن حقوق الإنسان الأساسية يجري تجاهلها أو منعها، رأينا زيادة في العنف القائم على نوع الجنس فضلا عن تجنيد الأطفال كجنود. ولمواجهة هذا الموقف الإنساني المتدهور طلبت الأمم المتحدة بتوفير مساعدات تقارب 3 مليارات دولار لليمن حيث يواجه الملايين المجاعة والمرض والحرب. نطلب نحو 3 مليارات دولار وهو مبلغ يزيد عن العام الماضي، وهذا بسبب أن الوضع أصبح أكثر يأسا وأكثر سلبية بالنسبة للمواطن العادي.
ما يعنيه هذا أن هناك المزيد من الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة. الآن يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى نوع من المساعدة. وكانت مصادر بالأمم المتحدة قد اتهمت ميليشيا الحوثي بحظر عمل أكثر من 35 وكالة أممية ودولية تعمل في مجال الإغاثة في مناطق سيطرتهم، وقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 10,000 شخص، كما ساهمت في تفشي وباء الكوليرا. أشاد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بجهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، كما اعتبر رياض منصور دعاوى رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول حكومته ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامه بأنه ليس رجل سلام بالمثيرة للإشمئزاز. وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول فلسطين أكد منصور أن دعاوى إسرائيل هي محاولة منها لتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن التنصل من مسؤولياتها عن حالة الجمود السياسي وموقفها المشين على الأرض. مزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية. دكتور، مندوب فلسطين إذن الدائم لدى الأمم المتحدة بيدعو كل الدول الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، هل يمكن أن تلقى دعوته أي صدى وخاصة بعد رفض معظم الدول قرار ترامب ورفضهم أيضا أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل؟ على المداخلة والاهتمام بالقضية الفلسطينية رغم الانشغال المصري الداخلي في العديد من الملفات. حقيقة قضية فلسطين هي الأهم والمركزية على مستوى المنطقة ومستوى العالم، والسيد رياض منصور سفير فلسطيني اليوم استطاع أن ينقل معاناة الشعب الفلسطيني ويدحض الافتراءات والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي آخرها تصريحات نتنياهو بأنه يرغب بالسلام وأن الرئيس أبو مازن يتهرب من العملية السياسية والقيادة الفلسطينية لا ترغب بالسلام. وأيضا استطاع أن يرد على الرئيس الأمريكي وعلى القرار الأمريكي الأخير بما فعلته من خلط لكل الأوراق في قضية عملية السلام وفي العلاقات الدولية، أيضا باعتبار أنها حشدت كل المجتمع الدولي باتجاه دعم القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في الأمم المتحدة. بخصوص سؤال حضرتك، أنا أعتقد أنه سؤال مهم جدا، لأن الدعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين يرتكز على عدة نقاط. النقطة الأولى وهي مهمة جدا، أن هناك دائما في قيام الدول يجب أن تحدد الحدود والدساتير والنظم السياسية ووجود شعب ووجود أرض. نحن نتحدث عن أرض فلسطين في حدود عام 67، وهي أقل بكثير من حقنا الطبيعي لدولة فلسطين المنصوص عليه أيضا في عام 1947، وأيضا حتى خطوط عام 1922 الحدود التاريخية لدولة فلسطين، حدود عام 1947 والتي تقضي بدولة فلسطين على 44% من مساحة فلسطين، هذه إحنا تراجعنا عنها وأصبحنا نطالب في حدود 67، والعالم كله يعترف الآن بدولة فلسطينية في حدود عام 67. إذن لماذا لا يتم تطوير هذا الاعتراف من اعتراف ثنائي واعتراف أممي كدولة مراقب إلى تطويره إلى دولة كاملة العضوية؟ صحيح سيواجه بدعم كامل من يعني سيتبعه دعم كامل للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني في الأمم المتحدة، ولكن من المؤكد وأنا يعني أطمئنك من الآن، من المؤكد أن الولايات المتحدة ستتخذ الفيتو، وبالتالي نحن أمام معضلة جديدة، أننا سنعود مرة أولى وثانية وثالثة حتى يعني نحن أو الولايات المتحدة سنحاول أن نخلق كل الفرص للضغط على الولايات المتحدة وإحراجها دوليا، لأنها بذلك تخالف مبادئها في الكونغرس وميثاقها وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الولايات المتحدة ودستورها الذي يتحدث في البند الأول ومبادئ 14 في الأمم المتحدة والمبادئ 14 التي طرحها الرئيس الأمريكي ترومان في القرن الماضي في مطلع 1919 عندما تحدث في عام 1914 قبل الحرب العالمية الأولى عن مبادئ 14 والتي تتحدث عن تقرير مصير الإنسان، حق تقرير الشعوب لاستقلالها ومصيرها، حق حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الديمقراطية، كل ذلك تخلت عنه الولايات المتحدة في اضطهاد شعب فلسطين الذي يريد استقلاله ويريد تقرير مصيره. وبالتالي دولة فلسطين هي حقيقة قائمة، كل مقومات الدولة موجودة ومؤسساتها موجودة،
وبالتالي مطلوب فقط هو تصعيد الاعتراف من اعتراف بأنها دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية لا نعم. ينقصها أي شيء. أشكرك نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة شعث المحلل السياسي. جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وطالبت الخارجية الفلسطينية بوقف سرقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ونهبها لأغراض الاستيطان والتنكيل المستمر بأبناء الشعب الفلسطيني. وأدنت الوزارة العدوان الإسرائيلية المتواصلة ضد محافظة جنين ومواطنيها ومحاصرة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة واقتحامه والتنكيل بالمدنيين العزل. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تسوية وضع القدس ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة وإلى المزيد من العنف. أشار عبد الله الثاني إلى أهمية انتظار خطة السلام المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن المضي قدما دونها، محذرا في الوقت ذاته من اعتبار الفلسطينيين لها بأنها ليست وسيطا نزيها للسلام بالرغم من رغبتهم المضي قدما في المحادثات ويمدون أيديهم نحو الدول الأوروبية. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا من الضفة الغربية بينهم فتى مصاب. هذا وتستمر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضهم عند الأبواب تزامنا اقتحم قرابة 80 مستوطنا يهوديا باحات الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية قوات الاحتلال استجابة لدعوة إلى اقتحامه اليوم من قبل ما يسمى باتحاد عصابات الهيكل. نشرتنا متواصلة معكم وفيها أيضا من الأخبار بعد الفاصل. تريزا ماي توجه طلقة تحذيرية للاتحاد الأوروبي بأنها ستسعى لجلب شركاء جدد لطاولة المفاوضات. الآن لمتابعة آخر أخبار الاقتصاد. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مع أمير داود. إليك شكرا لك يا أمل. شكرا أيضا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها. وزير الصناعة يؤكد على جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيراميك ومواد البناء لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك بحضور رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء بالتحالف الصناعات. وأوضح قبيل أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة لتغطية كافة احتياجات السوق المحلي والتصدير.
اجتمع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي ووزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة مع رؤساء نقابات عمال الغزل والنسيج وعمال التجارة ونقابة البناء والأخشاب والنقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية. من جانبه قال وزير القوى العاملة أن الاجتماع يهدف إلى فتح جميع الملفات للوصول إلى أفضل الطرق لتطوير 125 شركة تابعة لثماني شركات قابضة من خلال إعادة الهيكلة والاستفادة من الأصول غير المستغلة لاستخدامها في إعادة التطوير. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن دعم القيادة السياسية وتشكيل لجنة عليا لحقل ظهر كان أهم أسباب الإسراع بإنتاج الحقل ووضعه على الإنتاج في وقت قياسي بالنظر إلى الاكتشافات المماثلة على مستوى العالم. وأضاف أن هناك أعمال بحث جديدة تتم بمنطقة امتياز بتروشروق التي يقع بها حقل ظهر بهدف زيادة الاحتياطيات المؤكدة للحقل، وذلك بالتوازي مع استكمال الأعمال الخاصة بإنشاء التسهيلات البرية والبحرية الخاصة بالمشروع للإسراع بوضع باقي المراحل على الإنتاج في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول إلى معدلات الإنتاج المخططة قبل نهاية العام المالي الحالي. أكد رئيس وزراء العراق حيدر العبادي أن إعادة إعمار العراق قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار. وأضاف العبادي على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي السنوي الذي يقام في مدينة دافوس السويسرية، أكد أن بلاده ستستمر في دعم تخفيضات إنتاج نفط أوبك. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه يسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات إلى بلاده. تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي الخميس بالنظر في فرض قيود على العملة الافتراضية بيتكوين، معربة عن مخاوفها إزاء استخدام المجرمين للعملات الافتراضية. وأكدت مي على هامش مشاركتها في منتدى ديفوس أنه يتوجب النظر إلى العملات الافتراضية بشكل جدي، وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جادة بشأن هذه العملات خاصة مع زيادة استخدام بيتكوين. وأضافت مي أنها ترغب في إنشاء المزيد من الشركات التكنولوجية في بريطانيا حال مغادرتها للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بلدها تتمتع بالريادة بمجال تطوير الذكاء الاصطناعي ومكانا جاذبا للأعمال التجارية. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى العالمي السنوي الذي يقام في مدينة ديفوس السويسرية. وتأتي مشاركة ترامب على رأس وفد كبير مكون من 10 أشخاص من الوزراء والعاملين بالبيت الأبيض، حيث يعتبر أكبر وفد أمريكي يشارك في فعاليات المنتدى السنوي. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي خطته للمساعدة في إعادة تشييد البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة $1.7 تريليون على مستوى السنوات العشر القادمة. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء أمل رشدي وأيمن السيد واستكمال البانوراما. تفضل. نشرة مستمرة، نذكر فقط بأبرز ما فيها من أنباء. مصر تستقبل عددا من مصابي العملية الإرهابية ببني غازي للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وزير الخارجية سامح شكري يرأس وفد مصر في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية بأديس أبابا. انطلاق محادثات السلام السورية بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة. وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي طلقة تحذيرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها أن المملكة المتحدة ستسعى بعد مفاوضات خروجها من الاتحاد لجلب شركاء جدد لطاولة المفاوضات. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية للاستمرار في تأييد التجارة الحرة، وعبرت عن أمل بلادها تحقيق تقدم في مناقشات منظمة التجارة العالمية، موضحة أنه بعد عملية الخروج ستتطور
العلاقات والصفقات الثنائية الجديدة مع دول العالم. احتجت كوريا الجنوبية بشدة على إقامة اليابان لصالة عرض تهدف للترويج لمطالبتها بجزر دوكودو التي تقع في أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية. وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان لها إن جزر دوكودو هي منطقة متأصلة بأراضي كوريا الجنوبية، وطالبت طوكيو بإغلاق المعرض فورا. وكان وزير الخارجية الياباني تارو كونو قد صرح أمام البرلمان في وقت سابق بأن جزر دوكودو تعد من الأراضي اليابانية، وإنه سيبذل جهودا مستمرة لتعزيز قضية الملكية اليابانية لها. أعلن الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو ترشحه رسميا لولاية رئاسية جديدة للبلاد في الفترة من 2019 وحتى 2025، وبدأ حملته الانتخابية الرئاسية اعتبارا من اليوم وسط تأكيده أنه سيفوز بها. وكان مادورو قد أعلن استعداده لإعادة ترشيح نفسه في الانتخابات رئيسا للبلاد لست سنوات قادمة إذا ما صدق على ذلك ممثل الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم وحلفاؤهم وقطاع الشباب. يأتي ترشح الرئيس الفنزويلي الحالي وسط مطالبة المعارضة له بتقديم استقالته حتى قبل إكمال ولايته الحالية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من عودة لاجئ روهينجا إلى ميانمار في ظل وضع لا يزال يتسم بالعنف. وشددت المنظمة على ضرورة أن تتم عمليات العودة بشكل طوعي مع السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى كافة المناطق في ميانمار. في تحذير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، شددت المنظمة على أن لاجئي روهينجا الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة مكتظة في جنوب بنغلاديش لا تتوفر لهم البيئة الآمنة للعودة إلى بلادهم ميانمار. يأتي ذلك في الوقت الذي عبرت فيه ميانمار عن استعدادها للبدء في استقبال ما يقدر بنحو 680 ألف من مسلمي روهينجا الذين فروا من أعمال عنف لا توصف خلال الأشهر الخمسة الماضية. أسر روهينجا وبالأخص الأطفال أبلغوني أنهم يريدون في نهاية المطاف العودة، لكن ليس الآن لأن الوضع غير آمن في ميانمار ولا يمكن إجبارهم على العودة في وضع يتسم بالعنف. وشددت اليونيسف على لسان نائب مديرها التنفيذي جاستن فورثاث على ضرورة أن تتم العودة بشكل طوعي. العودة يجب أن تكون طوعية ويجب أن تكون في جو آمن وبكرامة، ونحتاج إلى ضمان أن يكون لليونيسيف ومنظمات أخرى كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي حرية الحركة على الأرض. فنحن نعمل في رخين لكننا لا نستطيع الوصول إلى كل المناطق الأخرى. وتقول بنغلاديش أنها تتخذ استعداداتها لنقل اللاجئين لكنها في حاجة للمزيد من الوقت. كان أكثر من 700 ألف لاجئ من أقلية روهينجا قد تدفقوا إلى بنغلاديش منذ أغسطس الماضي في واحدة أصبحت من أكبر أزمات اللاجئين في العالم. والآن مع الأخبار الرياضية في هذه النشرة من جديد مع الزميل الأمير